ماذا تفعل جيل بايدن لاستمرار زوجها رئيساً لأمريكا؟ اتهامات وتشكيك بقدرات الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد المناظرة التاريخية مع الرئيس السابق دونالد ترامب. ولكن هناك شخصية ما داخل البيت الأبيض تتمسك ببايدن رئيساً وتدافع عنه باستماتة أمام الحزب الديمقراطي. من هي وماذا فعلت؟ هي جيل بايدن الملقبة بصاحبة السلطة الرئاسية، ترفض انسحاب زوجها جو بايدن من السباق الرئاسي ولم ترضخ إلى الآن لضغوط قادة الحزب الديمقراطي. الصحف الأمريكية انتقدت تصرفات السيدة الأولى التي تصر على التصرف كما لو أن كل شيء على ما يرام، حتى إنها جرت زوجها إلى لقاء تلفزيوني عقب المناظرة مع ترامب لتخبره أنه قام بعمل رائع كما لو كان طفلا صغيرا وليس رئيسا لأكبر قوى عظمى في العالم. عائلة بايدن تتعرض لهجوم ضخم من قبل الإعلام الأمريكي، ويرون أن العائلة لا تهتم بأن كل القادة الآخرين في مجموعة السبع تقريباً أعربوا عن قلقهم من تراجع بايدن، أو أن 45 مسؤولاً حكومياً من كلا الحزبين قالوا لصحيفة وول ستريت جورنال قبل أسابيع قليلة إن بايدن يبدو أنه ينام في الاجتماعات، أو أنه كما ورد يعمل فقط بين الساعة 10 صباحاً والرابعة مساءً. برأيكم من يحسم في النهاية سباق الانتخابات الأمريكية، بايدن أم ترامب؟